الساكنة قليلة اللي كدور في الزناقي قبل الساعة ديال الثامنة، قبل الساعة ديال التسعود. نخرجو الآن في منطقة ديال قليطو، جميع المحلات كل ملتزم، هذه الجولة اليوم اللي صحبتونا بها كانت على صعيد شارع الجيش الملكي وأطراف الحي ديال كليطو. الآن كندخل المنطقة ديال سكنة الثمن، إيوا شكرا كل واحد تبع معنا في البث المباشر اللي صحبناكم في هذه الجولة الليلية، كانت معكم لاراش أونفو دائما بالجديد، كنتبع معكم جميع الأحداث هذه جائحة كورونا. شكرا وأمسية سعيدة وليلة سعيدة، السلام عليكم. مرحبا بكل متتبعين جريدة وموقع لاراش أونفو، اليوم كان معودكم بجولة ليلية. اليوم كنطلقوا من ساحة مكة مرورا بشارع الجيش الملكي إلى ننطلق. ليلة سعيدة. كنرصدكم في هذه الجولة الليلية يعني قبل بدء الساعة 9 ديال انطلاق الحظر التجول الليلي، نصدركم مدى انضباط التجار والمحلات والمقاهي بالإغلاق الساعة 8. اليوم دابا كنتواجدوا بداية ديال شارع الجيش الملكي، كما دائما كنشوفوا بأن حركة غير معتادة ديال المواطنين في الساعه دي، لان كلشي كيتجه للدار ديالو، كلشي كيتجه للمسكن ديالو. جميع المقاهي والمحلات كلشي مشدود، كلشي ملتزم بالساعه ديال الاغلاق. الان كنتواجدوا بمنطقه ديال مستشفى الامريين، دورية الشرطة، دورية الشرطة أمام مستشفى سلالة مريم. كاينة مجموعة ديال الدوريات كيدارو في الساعة ديال الحظر التجوال بالليل، تقريبا ما كيوصلو حتى شي 5 أو 6 ديال البراجات ديال السدود القضائية بالليل ديال رصد تجاوزات، باش اي واحد كيخرج بالليل خصو ضروري يخرج لسبب مقنع او لا كيتابع بتهمة خرق حظر التجوال الليلي. ان في الساعة ديال فوق 9 الليل ممنوع اي واحد يتواجد بالشارع العام الا اللي كان عنده واحد سبب مقنع، يعني خارج للطبيب، خارج الفرماسية، يعني هذا الحالة الطوارئ هي باش يقدر يخرج. اما ماشي تواجد في الشارع العام بدون سند او لا يعني بدون شي حاجه مقنعه، راه السلطات غتقوم بالاعتقال ديالو وتحرير المحضر مخالفه ديال وتحرير النيابه العامه، وهذا كيدخلنا في واحد الدوامه كبيره اللي كنتمنى حتى شي واحد من المواطنين العريشيين يطيحوا فيها. هادشي كامل المصلحه ديال المواطنين، أن حسب اللي كنشوفوا مؤخرا أن كورونا كوفيد 19 أن تزادت الإصابات، وهذا كامل كيدعي باش أن تخرج قرارات حكومية على مستوى اللي يعني كيمنع، لكن قرارات باش أن يتقام شوية ديال كما ربطوا بالحركة المواطنين باش أن ما يبقاش يتمشى الإنسان بزاف وما يخرجش،
تكون ديك التنظيم لما كتكون عشوائية بعد لما كانش التنظيم كيكون عشوائية بعض الأحيان، إنسان خارج في أي ساعة دخل في أي ساعة، ولكن أحسن يكون التنظيم. الآن كتواجدوا بحي أو حماة كليطو، مازلنا بشارع الجيش الملكي، كما كنشوفوا كل شيء منضبط، المحلات كل شيء مشدودة. كنتمنى كل واحد كيتبعنا في هذا البث المباشر يبارطاجي معنا هذا اللايف. مرحبا بكم في صفحة وموقع العرائش أونفو، دائما معكم في الجولة الليلية. الآن كندخلوا بمنطقة ديال تجزئة النصر المعروفة عند أهل حي حومة كليطو بالحومة ديال الجنان. هذه المنطقة كتعرف واحد الأيام منطقة جنانات وملاعب كرة القدم، والآن تحولت إلى تجزئة سكنية. هنا كتواجد على الشمال ديالنا حومة ديال 80. كنتمنى كل واحد يلتزم بالقرارات الحكومة، اللي هو يعني كنتمناهم التجار جميع المهنيين، يعني التجار أصحاب مقاهي أصحاب أي حاجة يلتزموا بهذا القرار ديال الإغلاق. كندخلوا المنطقة ديال كليطو، منطقة ديال الحي جد الفرقان، كلشي التزم بهذا القرار ديال الإغلاق وكلشي التزم بحظر الجوال الليلي. الآن كنتواجدوا داخل أعرق حي، هو حي كليطو العظيم، اللي خرجوا منه لاعبين وخرجوا منه علماء. في الأحياء الشعبية كل شيء ملتزم. مسجد الفرقان الشهير، حتى داخل الأحياء الشعبية كل شيء كيتحمل المسؤولية ديالو، كل شيء ملتزم، جميع المحلات مشدودة، مقاهي وكلش ملتزم بالتوقيت ديال 8. عندنا حنا داخل حومة كليطو بالضبط، كلشي ملتزم، كلشي مشدود. بعد الساكنة قليلة اللي كدور في الزناقي قبل الساعة ديال 8، قبل الساعة ديال 9.